من هم الفائزين في حفل نيكولا ديانا؟ شاهدوا المزيد من التفاصيل. قبل يومين انتهى التصويت في مسابقة نيكولا ديانا، والجمهور كان متوقع انه الاعلان عن الفائزين راح يكون بتاريخ 9 من هذا الشهر اي بالامس، لكن نيكولا ديانا قاموا بنشر بوست اعلنوا من خلاله انه الاعلان راح يكون في حفل نيكولا ديانا، ونشروا بوست اعلنوا من خلاله انه كمان في مشاهير راح يقدموا الحفل وراح يزينوا المسرح، مين بينهم؟ اليوتيوبر غيث مروان واحمد النشيط، عزاز عرور، سعودي ريبورترز. نمر الى نيكس اللي صعد لايف مع نورس بالامس وكان عم يحكي عن حبه لدحى، اتركوها الاصرار ما تشمتوش فينا. البنت بتضلها اقسم بالله يا ربي انت شاهد علي لا كره فيها ولا حقد ولا شايل عليها ولا اشي، بالعكس والله مع الايام لقدام الا ما انصدف انا وياها على البرنامج وبتشوفوا زي ما هي قلبها فاضي الي واني قلبي فاضي لها، فلا تفكروا انه في كره بينه وبينها. الناس اللي بتروح تبعث لها انه نورس قالت لميكس بدي اجيب لك ضحى وميكس ما قبلش، اخوي هذا مش كره، انت كبنت انت اللي بتروح تبعث، مش الشباب البنات اللي بروحوا يبعث لها، هذا مش كره، فهمت؟ بس ان حبيت وان كرهت ضحى بتضل زوجتي السابقه على قولة التوانسه، زوجتي مرتي يعني.